السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ ورجعنا لكم مقطع جديد، ومقطعنا اليوم اللي راح نحكي فيه عن ار بي جي النوبل لانشر، بما انه الكثير صار يسأل عنه وتواجد يعني معانا في السوق والكل اشتراه، فراح نحكي عن بيركات وراح نحكي افضل المهمات اللي انت بتقدر تستخدم فيها النوبل لانشر. فطبعا زي ما احنا شايفين امامنا حاليا الاليمنت اللي هو فيه انرجي، طبعا ما بنقدر نغيره، طبعا البيرك الثاني اللي هو دمج، والبيرك اللي بعده ريلود. طبعا اي ار بي جي لازم يكون فيها ريلود، لانه اذا ما فيها ريلود حتكون بطيئة جدا في الترقيم. طبعا البيرك اللي بعده دمج، طبعا هون عندنا دمج تو افليكتد تارجت، لانه في عندنا كوز افليكشن دمج فور 6 سكند. لو كان عندنا هاي البيرك الاخير اللي هي سنيرس، فبنحط البيرك اللي فوقيه سنيرس. فطبعا هيك البركات امامنا واضحة للجميع عشان ما حدا يظل يسألنا في خلال البثوث اللي بنعملها. فحاليا بركات النوبل لانشر امامكم واضحة، فمنروح منشوف ايش المهمات اللي ممكن احنا نستخدم فيها النوبل لانشر ومنتوفق فيها جدا، ولها استخدامات في مهمات زي ما احنا عارفين. فخلينا نروح على توين بيك. فطبعا من المهمات اللي انت ممكن يعني تلعب فيها الار بي جي وتستفيد منها اللي هي المقابر، وعنا اللي هي مهمة انقاذ السيرفايفر زي ما احنا شايفين امامنا. يعني هون في مهمة ليفل 100 ما في ولا مهمة انقاذ سيرفايفر، فعنا المقابر وعنا انقاذ السيرفايفر. فراح نفوت على المهمتين ونشوف كيف راح تشتغل معانا النوبل لانشر. فراح ندخل على المشن ونورجيكم استخدام الار بي جي. طبعا زي ما احنا شايفين امامنا دخلنا على المشن، فخلينا نصنع الار بي جي. خلينا نكسر الريزر بليد اللي معانا ونصنع لنا ار بي جي نوبل لانشر. طبعا هي النوبل لانشر، فخلينا نروح على سيرفايفر ونحاول انقاذه ونورجيكم آلية عمل. اوكي، حاليا امامنا اللي هو سيرفايفر، فراح آلية عمله اللي هو بيشحن الار بي جي وبتضرب. اوكي، فراح كل الزومبي اللي كان، طبعا زي ما احنا شايفين حاليا امامنا اللي هو سيرفايفر، فمنظلنا احنا راجعين لورا. فاول ما يتقدم الزومبي على السيارة معانا راح نظلنا نشحن، نظلنا شاحنين، فكل ما يتقدموا عنا على السيارة راح نطلق الطلقة تبعتنا. زي ما انتم شايفين فيها امباكت للار بي جي، طبعا كل ما يجي يقدموا نطلق طلقة نوبل لانشر عليهم. فشايفينها شغالة معانا فعالة 100%. يعني هاي من اهم الشغلات في النوبل لانشر، ان الطلقة بتطلع بشكل عرضي، لكن شوفوا اذا طلقنا طلقة طلقة عليهم يعني غير فعالة ابدا، يعني غير فعالة ابدا. هيك بكون وضحنا اللي هي اول استخدامات النوبل لانشر معانا اللي هي بانقاذ السيرفايفر. كل ما يجي يتجمع معانا الزومبي بنيجي بنشحن وبنطلق الطلقة. فخلينا نشوف كم مسافة الار بي جي، مسافة الار بي جي كم راح توصل معانا، كم مربع. خلينا نرجع لورا ونطلق طلقة ار بي جي النوبل لانشر، نشوف المسافة لوين راح توصل. اوكي، يعني تقريبا خلينا نحكي مربع مربعين ثلاث اربعة خمسة ستة، يعني وصلت لهون واختفت معانا. خلينا نشحن على هاي المجموعة ونشوف، تقريبا سبع مربعات توصل معانا الطلقة، يعني مسافة ممتاز جدا، وبعدها بتختفي زي ما احنا شفنا امامنا سبع طلقات
يعني سبع عفوا سبع طلقات سبع مربعات وبتختفي معانا. فخلينا ننتقل على المهمة اللي بعدها ونشوف يعني مهمة المقابر كيف راح نستخدم ار بي جي النوبل لانشر. طبعا حاليا يا شباب احنا دخلنا مهمة المقابر، فطبعا مبين قبالنا اللي هو الشعاع اللي طالع من مقبرة الزومبي، فمنروح عليها ونبلش نختبر النوبل لانشر معانا. فخلينا نطلعهم. فطبعا في مجموعة كثير من الزومبي، فعلى طول راح نشحن طلقة النوبل لانشر زي ما احنا شايفين امامنا وبنطلق. فزي ما شايفين نظفت لي كل الزومبي. طبعا خلينا نشيلهم. طبعا هذولا القصار بتمر عنهم الطلقة بس، لكن شوفوا اذا بدي اطلق طلقة عليهم ضعيف جدا، يعني ضعيف جدا. يعني خلينا نشوف طلقة. اوكي، يعني والطلقة بتظلها ماشية، لكن لما تكون انت تضرب طلقة شحن كامل فشايفين كيف بعيد التلقيم فيه سريع، لانه في الريلود، يعني الريلود سبيد جدا بتفيدني. فخلينا ننتقل على مقبرة ثانية. خلينا نشحن نشيل هذول اللاحقيننا. فخلينا نشوف وين في مقبرة ثانية. طبعا افضل اشي في مقابر الزومبي اللي انت تطلع بدرج لفوق. هذا كي المقبرة مبين الشعاع تبعها، فمنروح عليها. خلينا نشوف وين مكانها. طبعا صحي البلاستر اللي فوق، فطبعا راح نشحن يعني نخليهم يتجمعوا وبنطلق عليهم. فنظفتهم كاملين، فطبعا بزبط معانا تطلق حتى لو من ورا الجدران تطلق معانا عادي جدا. يعني بتخترق الجدران بتظلها ماشية معانا. خلينا نشيل هذا، شايفين كيف. خلينا نعمل ريلود، بود نشحن. اوكي، فخلصت معانا النوبل لانشر. لكن خلينا نشوف حاليا مع الار بي جيات العادية. فالار بي جي العادي طلقة واحدة هون بناسهم، يعني شفتوا الفرق كيف صارت معانا. يعني بحال الدرعم علينا الزومبي في النوبل لانشر ما بنقدر نعمل اي اشي بالمرة ابدا، يعني ما بنقدر نعمل اي اشي. فخلينا ناخذ جوائزنا ونشوف مقبرة بعدها، يعني ونشيل موجة في النوبل، يعني نشيل موجة في النوبل لانشر وموجة نشيلها في الار بي جي وتشوفوا الفرق وايش احنا لم نقصده. فاوكي ذكية المقبرة، خلينا نروح عليها. خلينا نصنع نوبل لانشر. هاي نوبل لانشر وهاي الدام باستر. خلينا نفضي لهم اماكن. فخلينا نشيل موجة في النوبل لانشر وموجة في الدام باستر عشان يعني خلص هيك الكل يفرق انه النوبل لانشر له مهمات معينة والار بي جي يعني في جميع المهمات بتقدر تستخدمه، يعني وله يعني كل ار بي جي له سلبياته وله سيئاته، يعني كل واحد يعني حسب استخداماته. فخلينا نشوف يعني المقبرة اللي امامنا، خلينا نطلعهم. فخلينا نشوف انو الاسرع اللي راح نشيل، هل في النوبل ام في الدام باستر. فخلينا نشحن. اوكي، شايفين احنا مضطرين نضلنا تا تشحن معانا ونطلق. حاليا هيك ناخذ هيلث. خلينا طبعا
حرقنا. اوكي خلينا نشيل الزومبي هذول الجايين من برا. وطبعا خلينا نحول على الدام باستر ونشوف الفرق. طبعا الدام باستر طبعا شفنا الفرق بين الثنتين، يعني فرق واضح، يعني واضح جدا بين الثنتين. لكن خلينا نشوف دمج الدام باستر على تيكر. خلينا نشحن مطلق عليه. اوكي ممتاز جدا دمجها، يعني تمام. يعني وشفنا الفرق بين الدام باستر وشفنا الفرق بين النوبل لانشر. فهيك بكون وضحت امور النوبل لانشر وليش انا لما احكي لكم يعني الها مهمات معينة والها اشياء معينة. يعني في السيرفايفر انقاذ سيرفايفر لما يكونوا متجمعين مثلا على السيرفايفر على السيارة، يعني انت بتخليهم يتجمعوا تضرب عليهم مرة واحدة وبتشيلهم. لكن في الار بي جي مثلا لو اجينا ضربنا بجنب السيارة بتشيل الجنب الهون، ما بتشيل اللي بالجنب الثاني، فبتضطر تخسر 3 طلقات لطلقتين عشان تشيلهم. فعشان هيك يعني حكينا انه النوبل لانشر له استخدامات يعني جيدة وله سلبيات. يعني زي ما شفنا لو درعم علينا الزومبي ما راح نقدر نعرف نتصرف ابدا. طبعا على السريع زي هيك، يعني على السريع الار بي جي بتقدر تتحكم فيها، لكن لو هذول درعموا علي وانا معاي النوبل لانشر انا متأكد 1000000% راح يشيلون. فهيك وصلنا لنهاية مقطعنا، اتمنى انكم استفدتوا ايش الفرق بين النوبل لانشر وبين الار بي جي، وشفنا ايش البركات الممتازة او المناسبة للنوبل لانشر. لا تنسى اللايك، لا تنسى الكومنت، يعطيكم الف عافية ومنشوفكم في مقاطع جديدة.